أسأل باسم جريدة الوطن. تتحدث صحف العدو عن احتمال وقوع الحرب الخامسة، بل إنها انتقلت إلى القول بأن هذه الحرب سوف تقع قبل 5 يونيو. إلى أي حد يمكن لسيادة الرئيس أن يقيم احتمالات الحرب والسلام للعام 1975 لو كان ذلك ممكنا نسبيا بالنسبة؟ شكرا. الحقيقة تقييم احتمالات الحرب والسلام ليس واردا فقط قبل 5 يونيو او فيما بعد 5 يونيو، وانما هو وارد في كل لحظة نعيشها. ونحن نعيش في مصر فعلا، وقوتنا المسلحة تعيش في مصر فعلا في حالة توقع مستمر. ولكني اريد ان اؤكد شيء، اريد ان اؤكد اننا نعطي لعملية السلام كافة الامكانيات، ولن نبدأ نحن، وانما سنعطي لعملية السلام كافة الامكانيات لكي تنجح. اما اذا اعتدت اسرائيل فنحن جاهزين وحاضرين لها، وعليها ان تتحمل تبعت ما ستلقي، ولعله يعني تسليم 39 جثة في الشهر الماضي لهم عبرة انه لسه ما لموش قتلاهم من الحرب الماضية، لسه ما انتهوش ولسه ما اعلنوش. وانا في هذا المكان بأتحدى ان يعلنوا، وبقولها لاول مرة، اتحدى ان يعلنوا خسائرهم، بلاش في الحرب، لا في ثغرة الدفرسوار فقط، لان البيان عندي وعندي من ضباط يهود اسرى كانوا عندي، اتحداهم ان يعلنوا الرقم. لسه انا بقول المجتمع الاسرائيلي في حالة ضياع اللي كنا فيها احنا قبل اكتوبر، ومن هنا احتمال الحرب مش بعيد ابدا، واحتمال محاولة استعادة خرافة اسرائيل التي لا تقهر والقوة التي لا تقهر والجيش الذي لا يقهر والسيادة والسيطرة، ده وكل ده وارد، وارد في كل دقيقة وفي كل وقت، واحنا جاهزين له. ولكن زي ما قلت انا هندي لعملية السلام الفرصة الكاملة. باسم وكالة الأنباء الفلسطينية.